شخصية مهمة عندنا هنا في المنطقة، والأخ ديالو حتى هو كنوجهوله التحية، سي سعد عباسي رئيس سابق لجامعة سيدي بليوط، كنحييو من هذا المنبر وكنشكرو سي عباسي. اليوم عطينا الانطلاقه الاولى، اذا الانطلاقه ديال عمليه رواد سيدي بليوط بشراكه مع منصه بالويدان، في شخص سي بركاوي مشكور على الحضور ديالو وعلى الدعم ديالو لهذه المبادره هذه. حنا كمقاطعه ارتأينا اننا في اطار الاختصاصات المشتركه اللي عندنا مع المؤسسات العموميه اننا ندعموا الشباب وخصوصا وعلاقه بميدان الشغل. إذن منصة الشباب الحمد لله شافت الوجود ديالها هذه سنة بالضبط، وكنا عملنا على إذن تدشين ديالها بمعية سيد عامل مقاطعات أنفا وسيد عامل مدير العام ديال الوكالة الحضرية. هذه المبادرة هذه دارت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لدعم الشباب باش نساعدهم على الحصول على العمل والدعم ديالهم والتأطير ديالهم باش يندمجوا في ميدان الشغل. إذن حنا كمقاطعة درنا هذه الانطلاقة اللي غادي تدوم مدة 3 أشهر، كل خميس غادي نفتحوا الباب في وجه الشباب، وغادي يكونوا شركاء ديالنا حاضرين معنا هنا في المقاطعه في الطابق الارضي باش يوجهوا الشباب للمنصه ويوريوهم شنو هما المراحل الاساسيه باش يلقاو العمل وباش يتاثروا وباش ان شاء الله ينجحوا في العمل ديالهم ان شاء الله. لي كريتير غادي نعطي السي بركاوي الكلمه باش يفسر لكم شنو هما لي كريتير، حيت حنا كيف ما قلت لكم حنا كمقاطعه حنا جسر فقط، حنا غادي نديروا واحد الصله بين المنصه والشباب ديال العماله كلها ديال الانفا باش يجيو اذا ينخرطوا في هذه البرامج. اذا الا فهمتي من الكلام ديالي انا من غادي السي بركاوي غادي يعطيكم دي لي كريتير وغادي يعطيكم الشروط، ولكن الشرط الاساسي هو ان الشاب خاصو يكون ساكن في عمالة أنفا. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.